مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مرة أخرى. كنت واجدو في مدينة الرباط، لازلنا على تتبع الملف سناء أصغر أم في المغرب. مشاهدينا الكرام، دور المجتمع المدني في الموضوع دور قوي بشكل كبير. جمعية إنصاف الدار البيضاء دخلت على الخط وبقوة كذلك. جمعية إنصاف من طبيعة الحال البنود اللي عندها في القانون الأساسي هو الشق الاجتماعي والإنساني بقوة. جمعية إنصاف كانت حوالي يومين استضافت الأم هي والبنية لموضوع النقاش، دوزوها عن ثلاثة ديال الأطباء متخصصين، طبيبة ديال النساء وطبيبة ديال الأطفال وكذلك طبيب آخر في علم النفس. مشاهدينا الكرام، غادي نشوفوا الجدة لأن هي اللي كانت بالرفقة ديال سناء، كيفاش كان الجو في هذيك اليومين ومع الأطباء. وكذلك في الأخير الجمعية مشكورة كذلك أنه ختمات في الأخير، خرجت الأم ودات سناء الألعاب من أجل الترفيه نظرا للظروف اللي جو المغاربة تعرفوا القصة ديالها. تبعوا معايا الوالدة مي حياة، مشيتوا عند الجمعية داوكم الدار البيضاء، عاودي ليا. إوا فرحوا بينا، داو الدري للطبيب، داو البنت للطبيب، دوزوا ليها وفرحوا بينا بزاف. مشاو قال داونا للبحر، داو البنت لهذاك الطوموبيل هذاك العام فين يدير، قالت لي اش بغيتي تركبي في الطوموبيل وهذاك الشيء، ركبناها والبنت تخدم تركب في الطوموبيل وتتسوق وهذاك الشيء. وهذيك السيده اللي مشات معانا تتفرح، اللي مشات معانا وفرحوا بينا بزاف، فرحوا بينا فرحوا بينا فرحوا بينا، ماشي ما فرحوا بينا. انت دابا حيت جداه، انا جداه اي ملي كتكون معاك في الدار مع هادشي اللي وقع دابا كانت عند الجمعيه وبدات تلعب في الالعاب، كتشوفيها تبدلت شويه مزيان؟ ولات شويه كدوي مزيان، كتجمع معاكم؟ لا ودابا تتكون هي ما تتجمعش معانا. فين جات دابا ركبات في هذاك الشيء والبنت صافي عجبها داك الشيء، هذيك الطوموبيلات وهذاك الشيء صافي البنت داير، واللي في الدار ما تتجمعش معانا، صافي بحال معصبه تعصب. هو هاد الجمعيه الله يخلف عليها فرحات بينا، وبعدا كاين ما دارتش لينا، ساتنا شويه في هذيك في هذيك المشاكل صافي. هذاك الشيء اللي كان ساتنا بشكل واحد، ومع البنيه تهلاو فيها وتي وحده تشده من هوك وحده تشده من هوك، وتيعنقوا البنيه تيقول لها احنا معاك ما تخافيش، وبعداك تهلاو فينا، ماشي تهلاو فينا مزيان. الله يسترك امي امتي يا ربي، الله يفرج عليك. شكرا لك، شكرا لك. مشاهدينا الكرام، محمد هو الابن ديال الحياه وفي نفس الوقت هو الاب ديال سناء. هو ما كانش مع الجمعيه ولكن الام ديالو عطاتو المعطيات. كيف شفتي يا محمد هاد الاخبار اللي صراحه اخبار زوينه؟ الحمد لله. كتشوف البنيه كتغير ولا تتلعب شويه؟ الحمد لله. من فضلكم السي يوسف وكنشكركم، كنشكركم نتوما والطاقم الله والجمعيه. الحمد لله والناس الجمعيه وكنشكركم بزاف، الطاقم التقني وهكا الناس اللي بداو بنتي، راه جات امي فرحانه، جات بنتي مزيانه شويه الحمد لله. كنشكروهم بزاف الناس ديال الانصاف اللي عاونونا، الله يسهل عليهم وكنشكروهم بزاف. من تحياتي من هدايا والله ينصر سيدنا، وكنشكركم بزاف. هنا غادي نمشي لحاجه اخرى. حاليا انت كيفاش الوضع النفسي ديالك؟ الحمد لله الاستاذه زينب قايمه بالواجب ديالها كما يجب، متبعه الملف بدقه. الام الحمد لله الشق الاجتماعي ديال المجتمع المدني مهتمين بالام والبنيه، كتشوف الامور غاده في الطريق الصحيح. الحمد لله كنشكروا الاستاذه ديالتنا وكنشكروا الطاقم التقني وهاد الناس اللي كي معانا، كنشكروهم بزاف. تحياتي للاستاذه ديالي، شكرا، متبعه ضربه بضربه والحمد لله ما يكون على خير ان شاء الله الرحمن الرحيم. الله ييسر لك يا ربي. شكرا لك الوالدة، الله يوفقك يا ربي والله يفرحك. مشاهدينا الكرام، كما تبعتوا معنا مستجدات جديده في الموضوع، هو صلة الوصل اللي دارت الجمعية مشكورة، جمعية إنصاف، مع العائلة من أجل ضخ دماء جديدة في الحياة، وتحاول ما أمكن كتحاول الجمعية أنه تحيدهم من
هذه الازمه اللي بطبيعه الحال تيعانيو فيها. مشاهدينا الكرام، نحن على تتبع كذلك الجمعيه ان شاء الله للتواصل معها باش تعطينا كيفاش الاطباء شافوا الوضع الصحي ديال سناء وديال الطفله. هذا شق. وكذلك كنشكروا كل من ساهم او ساعد هذه العائله في الظرفيه الراهنه. المغاربه مشكورين على تتبع هذا الملف. رقم الهاتف ديال الاب كيتبعوا معاه كيتصلوا به، وهذا من شيم المغاربه. مشاهدينا الكرام، ما يهمنا كذلك في الموضوع هو الشق القانوني اللي كنشوفوه مع الاستاذه زين بخيار، مشكوره لعدد كبير من المغاربه يعلمون جيدا انه استاذه بكل ما في الكلمه من معنى، وصراحه أستاذة في المهام الصعبة بشكل كبير. مشاهدينا الكرام، نحن لتتبع الملف ديال سناء أصغر أم في المغرب، وسوف نوافيكم دائما بالجديد. مشاهدينا الكرام، تعليق المواطن، شكرا لكم.